السلام عليكم، معكم شاهد العباد. بهذا الفيديو حنحكي عن كتاب اسمه علينا جميعا أن نصبح نسويين لكاتب اسمه تشيمانا ماندو نغوزي. إذا حكيت اسمه غلط سم. المهم يعني هذا الكتاب زي ما هو واضح من اسمه بيطرح بعض الأفكار أنه ليش مثلا كلنا كمجتمع لازم نكون نسويين. الكتاب بيحكي تجربة شخصية للكاتبة وكيف صارت هي نفسها نسوية، كيف كانت شخص أصلاً ما بعرف شو هي النسوية لوحدة صارت فعلياً من أهم الشخصيات النسوية حسب ما أنا فاهم، عني بعرفش إذا هي لها أعمال بالنسوية ولا لا، ولكن هذا اللي أنا فهمته من الكتاب. الكاتبة هاي بتناقش كثير أفكار زي مثلاً نظرة المجتمع للمرأة، نظرة الأهل، نظرة المجتمع، نظرة الذكور نفسهم، يعني بتناقش خلينا نحكي نوعاً ما كل المشاكل المجتمعية اللي بتعانيها المرأة. والحلو بالكتاب فعليا انه الاسلوب بتاعه سهل جدا جدا، لانه فعليا هو زي قصة، بل هو حتى يمكن قصة ممكن نحكي للكاتبة بتحكي باسلوب جدا بسيط وسهل. والحلو كمان الكتاب مش كبير، حوالي 52 صفحة بس، وانا بصراحة كنت ناوي اخلص الكتاب هذا بيوم واحد، ولكن فعليا لانه انا كسول فقسمت الكتاب لنصين وهسه خلصت الكتاب وقرأته PDF من النت. أنا زي ما هو معروف شخص ضد الحركة النسوية وما بحبش الحركة النسوية، وإلي يعني كثير يعني شغلات بهجوم الحركة النسوية، ولكن صراحة يعني عشان أكون صريح لما قرأت هذا الكتاب غيرت بعض من وجهات نظري فيما يخص الحركة النسوية عشان أكون صريح. يعني فعليا أنا لازم أعترف كمان أنه عند الكاتبة بهذا الكتاب الكثير من وجهات النظر اللي أنا شخصيا بصراحة بتفق معاها فيه فيما يخص نظرة المجتمع للمرأة، وبعض النقاط اللي أنا فعليا يعني شايفها صح فيما يخص المساواة. المهم يعني بدون ما نطول يعني بعض الكلام، إحنا بجايين نحكي عني بل جايين نحكي عن الكتاب. الكاتبة بأول الكتاب بتحكي أنها كانها صديق معين، الصديق هذا حكى لها أنه هي نسوية وكانت أول ما بتسمع بهاي الكلمة. الصديق هذا اللي هي كانت تعرفه وهي صغيرة كان يعني واحد يعني متفتح عقليا، وكانت هي دائما تحكي معاه وتتناقش معاه. فبيوم من الأيام كمان هو كمان أول شخص حكى لها أنت نسوية، وكانت حتى هي لما تحكي كانت دائما يوصفها بهذا الاسم، هي مش عارفة شو معناه. يعني صار حادث معين يعني مش كويس، هخليكم مع الكتاب نفسه عشان ترجعوا له وتقرأوا عشان تعرفوا شو هذا الاشي اللي صار معاه، ومات هذا الشخص. المهم بعد هيك الكاتبة يعني بعد فترة زي ما هي بتحكي يعني كتبت زي كتاب صغير زي قصة قصيرة زي هيك، والناس عجبهم الكتاب ولكنهم وصفوها بالنسوية. هي برضو لحد هسه مش فاهمة شو هي النسوية، وطبعا هي عايشة بأفريقيا، وبصراحة أنا كنت مستغرب إنه المشاكل اللي عند الناس بأفريقيا هي نفس المشاكل الموجودة عندنا، يعني حرفيا هي نفس. وهنا فعليا ممكن نحكي انه هنا ببلش الكتاب عن جد، فهي لما تظل تسمع كلمة نسوية بتبلش تبحث عن معنى الكلمة، فبتعرف انه المجتمع بيسمي كلمة نسوية يعني واحدة بتكره لاجل، هي هيك يعني بتستوعبها من المجتمع المحيط فيها. فبعد هيك طبعا بعد قصة طويلة بتسمي حالها النسوية المحبة لاجل او شيء زيك مش ذاكر الاسم تاعها اللي سمت حالها فيها، وبتصير تحاول تنشر فكرة نسوي خاص فيها زي ما بتحكي، مع هيك هي ما بتكون تعرف انه فعليا هي اللي بتعمل وهو فعليا النسوية، وفكرة الناس عن حركة نسوية وكل افكارهم عنها غلط. وبعد ذلك طبعا هي بتحكي كلام انا فعليا كمان بتفق معاها فيه بصفحة 19، هي بتقول يعني كلام فيه معناه انها يعني لما صارت يعني نسوية وصارت تفهم شو هي الحركة النسوية وصارت تقرأ كمان الحركة النسوية بلشت تفهم شو. بعد ذلك بتبلش تحكي يعني الكاتبة يعني بعض خلينا نحكي الافكار اللي عندها، وبتحكي بصراحة يعني هي بكتابها يعني لما بلشت يعني تتعمق بالفكرة الناس وتفهمه أكثر، إنها ما عندها مشكلة إنه بالسابق أو زمان كان مثلاً السلطة كلها بإيد الزلمة أو راجل. فهي بتقول لك زمان يعني مثلاً بالعصور مثلاً الحجرية مثلاً كان الإنسان أو إحنا يعني كبشر نحتاج للقوة الجسدية أكثر من القوة خلينا نحكي العقلية أو مثلاً زي هيك، مش عارف بصراحة إيش هو المصطلح المناسب للكلام اللي بدي أحكيه، ولكنها يعني الفكرة تعيتها أن الإسلام أقوى جسديا، فمن الطبيعي زمان أنهم يحكموا، ولكن بالوقت الحالي بالعصر اللي احنا فيه حاليا المرأة ما بتعتاز أنها تكون حافيا عندها قوة جسدية، بل هي فعليا بس معتازة أنها يكون عندها فرص، لأنه بالوقت الحالي في كثير وظائف ما بتحتاج مثلا للقوة الجسدية. وصراحة أنا أتفق معها بهذا الكلام هذا، لأنه فعليا حاليا احنا مش كل الأعمال تحتاج قوة جسدية، فبصراحة أنا أتفق معها بهاي النقطة إنه فعليا لو المرأة مثلا تأخذ فرصة بهاي الشغلات فما فيش مشكلة. وعن جد فكرة إنه مثلا الحكم زمان كان بإيد الرجال وكذا أو مقتصر بس للرجال
قديما ما هسه لازم مثلا نتغير هذا الوضع، انا اتفق معها فيه يعني بشكل كبير. بعدك بتحكي بعض القصص اللي بتبين مثلا كيف المجتمع عندها يعني بفكر عن الماء او كذا، وبتحكي قصه هي بصراحه بتضحك. بتحكي انه بيوم من الايام كانت طايحه على فندق، وبالفندق هناك ما بيقبلوا انه اي بنت تدخل عندهم على الفندق بتاعهم، لانه ببساطه البنات اذا ما كانش معها حدا بتكون مثلا جايه بس عشان تسلي الرجال، يعني هذا حسب كلامها هي. وحكت كمان لما يكون مثلا انت لما تكون رجل وداخل هذا الفندق كانوا يدخلون بسرعه، اما البنت لازم يكون معها حدا او تكون مثلا ذاتي حاله بحضن حدا عشان يدخلوها. بصراحه يعني هذا الكلام برضو انا اظن انه موجود عندنا في المجتمعات العربيه، يعني انا شفته يعني شخصيا هاي الشغله. فزمان يعني كنت طايحه مكان معين بدون ذكر اسمه، فعن جد يعني صار موقف زيك، والبنت طلبت يعني مني اني اساعدها بالدخول، ما علينا من الموضوع. فيعني كلامه هذا اللي بهذا النقطة يعني أو نظرة الرجل إنه دائما الماء اللي مش متجوزة، خلينا نحكيها يعني بشكل واضح، يعني عديمة شرف أو مثلا هي مجرد سلعة، يعني أنا أتفق معها بهذا الموضوع، لازم عن جد برضه نغير وجهة النظر الناس في هذا الموضوع، أنا أتفق معها كثير. طبعا هي بعدها كانت تشرح كثير من الأشياء اللي صارت معها بالفندق، وأمانة الكلام هذا حتركه لكم. بعد هيك يعني بتدخل بالشغلات بصراحة المهمة جدا والقوية اللي بتصير في مجتمعنا لحد هسه. بتحكي يعني بكتاب صفحة 25 كمثال، يعني انه في بعض الكاتبات او صديقات الها حكولها انه او نصحوها يعني انه تبعد عن الفكر النسوي، لانه ببساطة الفكر النسوي حيدمر زواجك، تخيل لوين. فهي يعني الفكرة تعيتها بهاي الصفحات يعني انه فعليا المرأة بيلعبوا عليها على وتر الخوف، فبصير خافوا مثلا انه زواجك حيتدمر، حيتدمر مثلا سمعتك، حتتدمر اخلاقك، إلخ إلخ إلخ، وحدما أولادك. هاي الشغلة فعليا موجود عندنا بالمجتمع. صار مثلا يجيبوا لك واحدة نسوية مثلا، وبكتبوا لك مثلا فوق الصورة مثلا أو الميمز مثلا، لن أتجوز وأبصر شو، وسوف أعاني بعد 40. مع أنه هذا حرفيا الكلام الصحيح، في كثير بنات نسويات أنا بعرفهم شخصيا بحبوا الزواج، يعني ما عندهم مش مشكلة أنهم يتجوزوا، ومتجوزات وصغار كمان ومحيكة نسويات. ففعليا هاي فعليا وجهة نظر ذكور، بداش تحس تستعمل كلمة ذكور اللي بحب استعملها. خلينا نحكي انه هاي عن جد الشغلة موجودة في المجتمع، انه فعلا بيخوفوا البنت من فكرة مثلا انه اذا انت نسوية مش هتتجوزي، مع انه هذا الكلام مش صحيح. حاليا في كثير شباب هم اصلا كمان نسويين، فانا اتفق معها بهذا الكلام يعني اللي حكته. بعد هيك حكت شغلة انا اتفق معاها 100% فيه، وهو حكت انه فعليا احنا الغلط مثلا عن النساء وعلينا احنا يعني كذكور او كجنسين بموضوع هو السبب اللي احنا فيه، اللي هو موضوع التربية او النشأة بالطفولة. فمثلا احنا بنعلم الطفل الصغير مثلا من الصغر انه ما يعبر عن المشاعر تعيته، انه لا تعيط انت زلمة، تعرفين هذا الحكي، لا تعيط انت زلمة، لا تصيب بنت فانت زلمة، مش فاهمين هذا الحكي يعني اللي بحكولنا اياه واحنا صغار. انا شخصيا امانة يعني هذا الموضوع فعليا انا باجع يعني بالشكر فيه لامي، الله يخلينا اياها يطول عمرها. يعني امي يعني واحنا صغار يعني كانت خلينا نعبر عن المشاعر تعيدنا، فهي الشغله بصراحه انا كثير بقداها، انه يعني انا الحمد لله يعني كانت للفرصه ان تكون لي ام تخليني مثلا اعبر عن المشاعر تعيدتي وانا صغيره. في ناس ثانيين مثلا، وانا بعرف هذا الاشي بكثير بلدان وبيوت وناس انا بعرفهم، بيجي مثلا عيط، فبتيجي مثلا امه تضرب تحكي له انت لا تعيط انت ولد، انت لا تصير زي البنات، او مثلا انت بنت لازم ما تصير زي الشباب مثلا تكوني خشنه، لازم ما تكوني مثلا دفشه، لازم ما تصيحي مثلا، لازم ما تعترضي انت بنت. فاهمين هاي العقليه؟ هي فعليا بتناقش هذا الموضوع بالكتاب وانا اتفق معها 100%. وحكت كمان كلمه انا عجبتني برضه، بتقول لك في المدرسه الثانويه يتوعد الصبيان والفتيات للخروج معا انهم مراهقون ولا يملكون اي منهما مصروف الجيب القليل، ورغم ذلك المتوقع من الصبي ان يدفع هو الفواتير دوما في اثبات رجولته. ثم نتساءل لما الصبي هو الاكثر من يسرق المال من ذويهم. اتفق معها بعض بهذا الموضوع، انه فعليا احنا لما نربي كمان اولادنا انه دائما هو لازم مثلا يصرف على البنات. طبعا شوف بصراحه هذا الموضوع لازم نفصل فيه شوي، فعليا حتى لو البنات بشكل عام بصراحه يعني يكون صاحين يعني بيحبوا او بفضلوا حتى لو معهم مصاري انه الزلمة هو اللي يصرف، هذا نكون واقعيين فيه. فاظن انه هاي النقطة هي يعني هنا فيها يعني لازم هي تكون تحكي عن الجنسين مع بعض، مش بس على جنس الذكور لحاله، لانه فعليا هذا الموضوع عند الجنسين، وانا بعرف شغلات زي كثير، ولكني برضو اتفق معها بهاي النقطة، انه برضو احنا لازم نعود مثلا اولادنا انه مثلا الحياة هي حياة تشارك. يعني مثلا اذا البنت مثلا معها مصاري وهي مثلا متجوزة من واحد،
تساعده مش غلط، واذا الزلمه مثلا بيقدر يدفع مش غلط برضه. هاي الشيء او القيم لازم نعلمها اولادنا، فانا برضه اتفق معها بهذا الموضوع، ولكني مش عاجبني فكره انها ابطت الموضوع بس بجنس واحد، ولكن ما علينا. حتى يعني الجميل يعني انها بعد هيك كتبت من يملك المال الاكثر يجب عليه الدفع، يعني هاي شغله حلوه انا اتفق. بعدها بتحكي عن موضوع او فكره امتلاك الطموح عند البنت، وانا هنا فعليا برضه اتفق واختلف بنفس الوقت. فعليا في بنات هيك طبيعتهم، يعني بحبوا فكره انهم مثلا يظلوا مرتاحات بالبيت ويظلوا نايمات، بحبنش يشتغلن، بحبوا مثلا موضوع الاعمال البيتيه. مش كلهم يعني عندهم طموح، نكون صاحين يعني حتى احنا كشباب احنا مش كلنا عندنا طموح امانه، يعني احنا بس نعيش وخلص. وفي بنات برضه زي هيك، فاحنا غلط انه مثلا نحكي للبنات مثلا انتوا لازم يكون عندكم طموح، وبنفس الوقت نفرض عليهم احنا طموح، فمين علي كيف. فما بصير انك واحده مثلا طموحها مثلا تعيش وتعيش يعني عند جوزها مثلا تتجوز وخلص، هي طموحها وتجيب اولاد. ما بصير هاي مثلا تحكي لها لازم يكون عندك طموح، لان هي اصلا اختارت هذا الموضوع، فمين علي كيف. فهذا الموضوع برضه انا غير متفق معها فيه، ولكني اتفق معها في موضوع انه المجتمع بيلعب دور في موضوع الفرض قضاء البنت اذا صح التعبير. مثلا انهم بفرض مثلا عليها انه البنت ما لها غير زوجها، البنت لازم تتجوز، البنت لازم تتجوز قبل الثلاثين، لازم ما تعنس، الخ الخ. انا اتفق معها بهذا الفكر، يعني فعليا لازم عن جد يتم بعض التغيير النظام التربوي، لانه هو اهم شيء على البنت مثلا، انه ما يخلي مثلا كل طموحها هو الزواج مثلا والحب والهبل، هذا لازم يكون يعني ببال الكل. يعني انا اتفق مع حباظه بهاي النقطه، ولكني حبيت بس اقول يعني انه وحده هيك بدها هي حا، وحده هيك بدها هي حا بالنهايه. حتى هي بعدين كتبت يعني كلمه عجبتني، قالت لك انا عالقه حتى الان، هذه فكره انا انثى ويجب ان يكون لي زوج الخ الخ، يعني انه الزواج هو دائما يعني بيحطوا لك انه هو هدف المراه بس. وانا صراحه اتفق بالمال مليون مع حباظ الكلام، انهم بس بيصوروا هذا الموضوع للبنت. ولكن هي حكت شغله برضه ما حبيتها، قالت انه الصبيان يعني ما بتزوج يعني انه هذا هدفهم بالحياه، وبصراحه هذا كلام غير صحيح نهائيا. انا كشاب انا كنت كل ما اشتغل بشغله، لاني يعني شاب لما اشتغل بشغله دائما كنت اسمع من الشباب ما تدك تتجوز، ما تكذا ما تكذا. وطبعا الكلام مش يعني هيك مثلا مجرد كلام عادي عن مزح، لا هو كلام واقعي وبدخله مثلا معك بنقاش. انا من الناس مثلا كشادي مش حاط فعليا فكره الزواج نهائيا براسي، لا هسه ولا بعد 100 سنه، وانا عمري 21 سنه واصلا المفروض ما افكر اصلا بفكره الزواج هسه، هذا بوجهه نظري يعني. فانا كمان كشاب مثلا خلينا نحكي مثلا بلغت مثلا بتم برضو زع فكره الزواج براسي، وبتم برضو التلاعب فيي، وبتم برضو اجباري مثلا بافكار مثلا انت مثلا لازم تشتغل عشان تتجوز وتفتح بيت. هاي مثلا كمان الذكور، انا ما بعرف مثلا عن فرق افريقيا، ممكن هي مش هيك، ولكن عندي مثلا بالاردن بتم برضو حط فكره الزواج دي كثير باس الشاب، انه مثلا انت ما لك غاماتك، انت مثلا بدك تحصن حالك انت. طبعا اكيد هذا الكلام كله نوعا ما صح، تحصين الحال وكمان وهذا الحكي، ولكن برضو بتم غسل الافكار باس، يعني هذا الفكره. يعني اذا انت مثلا متضايقه مثلا انهم مثلا بغرسوا هاي الأفكار مثلا بالبنت، هي برضو بتم غاس الأفكار كمان هاي بالشاب. فإحنا لازم نغير خلي الموضوع يعني الواحد يعني خلص هذا الموضوع أنت حافي لك تجوز ولا بدك تجوز، الموضوع راجع لك مش راجع للمجتمع. فحبيت أعلق برضو على كلمتها هاي مع إني أتفق. بعدها كانت تحكي عن شخصيات هي بتعرفهم شخصيا، كان مثلا واحدة تحط خاتم على إيدها أنا متجوزة عشان تأخذ الحطام، برضو أتفق معها فيها. فحتى الشباب مثلا يعني اللي بسني مثلا، طبعا انا هذا اشي مش فخور فيه نهائيا، في شباب انا كنت مثلا اقعد معهم احيانا مثلا يحكوا لك هاي كلام متجوزه ما بنتحارش فيها، واحده مثلا غام متجوزه بتحارش فيها. طبعا انا بحياتي ما تحارشت بحدا، ولكن بحكي الكلام اللي كان يصير يعني بيني وبين الشباب الوسخه اللي اقعد معهم. برضه حكت كلمه انا صراحه يعني غير متفق نهائيا مع حوضها على فكره، الكلام موجود كثير عند الفكر النسوي. بتحكي بصفحه 30 فيما معناه انهم مثلا البنت لما مثلا هي تغلط في مثلا علاقه، مثلا تدخل بعلاقه جنسيه مثلا خلينا نكون واضحين، وهي مثلا تغلط بتم حسابها اكثر من الشاب، مع انه فعليا المفروض يكون الحساب متساوي. انا فعليا اتفق واختلف بنفس الوقت، فعليا الحساب على البنت وعلى الشاب لازم يكون متساوي تمام، ولكن نكون واقعيين شوي. اذا صار مثلا هذا الموضوع مثلا البنت مثلا غلطت او اشي، فعليا كيف بدي احكي لك اياها، الخطا عليها اكثر من الشاب. ليش؟ لانه فعليا عدم المؤاخذه، وسامحوني على الحكي اللي بدي احكيه،
الشاب عدم المؤاخذة اللي دخل بعلاقة مش حيصير عليه تغيرات جسمية، أو مش حيصير مثلا فيه تغيرات، مش حيجيب، خلينا نكون واقعيين، حياة جديدة للدنيا. فاهمين علي شو قصدي؟ أما البنت مثلا إذا مثلا صار في هذا الفعل مثلا، ممكن يجي مثلا الشاب مثلا عمل هاي العملة بفل، بصار مثلا في ولد صغير ملهوش ذنب بالموضوع، فالطفل هذا في الغالب طبعا غالبية الأجيال طبعا خاص بفله لما يغلطوا هاي الغلطات، بالذات إذا كانوا صغار بالسن، فبلبسوها للبنت. ففعليا البنت هنا هي اللي بتعاني مش الشاب. فأنا معاها بهذا الموضوع إنه لازم الشاب يتحاسب زي البنت، أنا معاها، بس برضه يعني ما فيش داعي يعني مثلا لموضوع مثلا العلاقات مثلا، يعني نكون واقعيين مثلا، لازم هاي الشغلة بالذات لازم صراحة. أنا هاي وجهة نظر الشخصية، بدكم تشوفوها عنصرية ذكورية أنتوا عيني بحالكم. أكيد أنا شخصيا كشادي يعني أنا مع إنه مثلا كل واحد حار بجسمه، ماشي، يعني مثلا إذا كان مثلا شخص بالغ واعي، زي مثلا نحكي مثلا عمره 18 سنة واعي، هو حار بجسمه، بده يعمل علاقات ما يعمل علاقات، هذا الموضوع باجع له، ما له علاقة فيه. ولكن هسه بنحكي مثلا عند بنت مثلا نحكي تحت 18 مثلا، ودخلت مثلا بعلاقة وعملت شو اسمه هذا، انتم فاهمين شو هو، وجابت مثلا طفل لهالدنيا مثلا يعني، وفي حالات كثيرة لهي القصة ما نطقش على بعض. فعليا هاي البنت لو انت مثلا زرعت مثلا فيها مثلا فكرة انه ما تعمليش هذا الاشي، لانه او بنشرح لها شو هو، بكون افضل يعني. فلازم بصراحة انا اظن انه هذا الموضوع لازم يكون في شدة شوي، انا هاي وجهة نظري. وطبعا على الاولاد كمان يعني لازم برضو ان كمان نشد عليهم بهذا الفكرة، يعني مش للبنت لحالها، ولكن فعليا اللي حيعاني بسبب هذا الموضوع مثلا خصات العذرية مثلا، هون ايش هي كاتبة؟ نجعل الفتيات يهدفن للحفاظ بعذريتهن في حين نشجع الصبيان على حفاظ عذريتهم. يعني مثلا انت عدم المؤاخذة، يعني الشاب مثلا اذا فقدها او ما فقدها مش حيتغير ايش يعني، مش هو اللي حيجيب اولاد عدم المؤاخذة، اما انت راح تعاني. وكثير شباب مثلا نكون واقعيين يعني ما بكون عنده مثلا فكره عن الاشياء مثلا، ممكن مثلا كيف مثلا يحموا حالهم مثلا، كيف يمنع حدوث هذا الموضوع اللي هو جيبه الاطفال. يعني انا اسف على الصراحه اللي انا بحكي فيها، ولكني انا بحاول هنا اني اكون واقعي شوي. يعني هنا فعليا البنت هي اللي حتعاني، سواء كان من المجتمع او كان من الناس، يعني فاهمين عليك كيف. مهما مكان يعني هاي الشغلة بالذات أنا لا أتفق معها 100%، لازم يتم شرح للاثنين. ولكن البنت فعليا إذا هي مثلا صار فيها هذا الفعل هي اللي حتتعاني أكثر. نكون واقعيين، الشاب ممكن في العادي يعني يهرب، وفي كثير أمثلة لهذا الموضوع مثلا بالدول الأجنبية، وعندنا بعض بالدول العربية في شغلات زي هيك، ولكن أظن أنها أقل. بعدك بتقول فعليا شغلة أنا فعليا يعني حسيت بالزعل، عشان بتقول لك إنه في بنت تعرضت لاغتصاب جماعي ومش عارف شو، بعدين حكوا الشباب او الناس مثلا الذكوه حكوا طب هي شو كانت تعمل مع لابعه. فعليا هذا الموضوع موجود عندنا احنا كمان كشعب اردني، لما حد يقول لك يعني ابصر شو كانت لابسه او او او، فعليا لا يعني انها مثلا لابسه ولا مش لابسه، هذا يعطيك مثلا شيء مثلا او بيسمع لك مثلا انك تعمل فيها شيء. هذا اكيد الموضوع برضو انا اتفق معها فيه، ولازم برضه يتم وضع حد له، ولكن كيف انا شخصيا ما بعرف. ولكن انا اتفق معها بهاي الفكره فعليا، لانه عن جد احنا حتى كمجتمع عادني لما واحد مثلا يتعاش بوحده بيحكوا مثلا ابصر شو لابسه، المشكله بتشوف شو لابسه بتطلع مثلا لبسه محترم كثير، وحتى لو افترضنا كمان لبسه مش محترم ما بطلع لك مثلا تعاش فيها. اظن هذا الموضوع يعني انا شخصيا يعني الحل تاعه الوعي، بس كيف بدك توعي الناس بصراحه ما بعرف، عن طريق التلفزيون، عن طريق مثلا الاعلانات اللي بتحكي عن التهاش، عن الكتيبات، عن الكلام. هذا المصاحة المشكلة يعني صعب انك تخلص منها، لانها فعليا يعني ثابتة بالعقول البشرية المتخلفة، خلينا نكون صريح. يعني في كمان كلام كثير هي حكته، بس انا بديش احرق لكم الكتاب بصراحة. انا حاب بس اقول يعني انه يعني هاي اهم النقاط اللي انا قرأتها بهذا الكتاب. يعني الكتاب صراحة جميل امانة، يعني غير وجهة نظري، أكون صريح يعني غير كثير من أفكار مثلا عن النسوية كانت ببالي. حكت هي برضو عن الاختلاف مثلا رواتب وكذا، يعني كلامها فعليا منطقي. أكون صريح، أنا قرأت كمان بعض الكتب النسوية ولكني ما كنت قادر أني أقتنع بالكلام تاعهم، مع أني أنا شخصيا أنا ضد النسوية ماشي، ولكني مع فكرة مثلا المساواة، أنا مع المساواة بين الجنسين أكون صريح. يعني أنا مع مثلا حقوق المرأة، أنا فاهم أنه في مثلا عنف يمارس ضد المرأة مثلا بالدول العربية، أنا فاهم بعضه أنه
في شغلات متخلفة كثير بتصير مثلا باسم الدين وباسم المجتمع، هاي الشغلات كلها لازم تتغير. أنا مع هذا الكلام كله، ولكن بحس بصعوبة بتقبل أحيانا الفكرة النسوية، ولكن هاي الكاتبة خلتني أعيد النظر بهذا الموضوع. بصراحة يعني بنصحكم بالكتاب، الكتاب جميل حلو مختصر يعني جد، يعني أنا حبيته الصراحة، يعني ممكن أعيد قراءته مرة مرتين وثلاث. عن جد هاي الكاتبة كمان أنها كتبت، هي أنها كتبت بعض الكتب كمان، حاول أدور عليها وقائها. حبيت أسلوبها كمان بالنقاش وبطاح الأفكار، حبيت العفوية كمان بالطاح كمان، يعني بتطاح لك الفكرة هيك كأنها بتحكي معك، يعني كأنها قاعدين مع بعض وبتحكي الكلام عادي بدون مثلا مقدمات، أو مثلا ما بتقول لك مثلا كان بالحرب الفلانية، لا بتقول لك مثلا كان زمان كذا وهسه احنا كذا، فاهم علي كيف؟ يعني أسلوب جدا حلو بالطاح والفكرة وهيك بتوصل الأفكار. مش شايف بصراحة انه كتاب زي هيك يعني لازم هيك ينتاك بدون ما ينقى. اذا كنت نسوية بنصحك بالكتاب، الكتاب جميل جدا. اذا كنت مش نسوي بنصحك بالكتاب عشان يعني ممكن تغير وجهة نظرك في بعض القضايا زي ما انا غيرت وجهة نظري ببعض الاشياء. على كل انها هي نهاية الفيديو، وان شاء الله نشوفكم بالفيديو الجاي. واذا بتعرفوا كتاب يعني مثلا يكون بحدود 50 صفحة او شيء زيك للحركة النسوية، انصحوني فيه بالتعليقات، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.